بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون بارد الصبح بدري ولطيف على شمال البلاد والحد شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، والنهاردة كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان في فرص لأمطار خفيفة المتوسطة على اسكندرية وشمال الوجه البحري، وقد تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مطروح والسلوم ومناطق من الصحراء الغربية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيكي، وطمنينا عن حالة الطقس النهاردة. لسه في انخفاض في درجات الحرارة، وأخبار الأمطار إيه من منطقة للتانية وخصوصا اسكندرية؟ بالفعل هو يستمر اليوم فرص سقوط الأمطار، لكن كميات الأمطار اليوم هتختلف تماما عن اللي شاهدناها خلال الأيام الماضية. كميات الأمطار اليوم هتكون أمطار خفيفة إلى متوسطة على سواحلنا الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، لكن خلال فترات الليل وساعات المساء المناطق الغربية من جمهورية مصر العربية هتتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا. المنخفض ده متعمق بشكل كبير في الصحراء الغربية، فهيأثر بسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على مطروح والسلوم خلال فترات المساء وخلال فترات الليل إن شاء الله. كمان اليوم مستمر طبعا انخفاض درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 19 إلى 18 درجة مئوية خلال فترة النهار. هنحس بالأجواء الشتوية المعتدلة خلال فترة النهار على أغلب المناطق الشمالية، مائلة للدفء على المناطق الجنوبية جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده خلال فترات النهار خاصة مع وجود الشمس هي اللي بتحسسنا بالاستقرار. لكن مع دخول فترات الليل وغياب أشعة الشمس درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير، يمكن تبدأ من ساعات المغرب انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر الأجواء بتكون فيها أجواء باردة إلى شديدة البرودة على أغلب مناطق الجمهورية، بالإضافة كمان فترات الصباح الباكر بيستمر تكون شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المستوصفات المائية، وبتؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية. ساعة كمان إن شاء الله وتبدأ الرؤية تتحسن على أغلب الطرق وتبدأ الشبورة المائية تتلاشى. إن شاء الله متوقع غدا استمرار فرص سقوط الأمطار بتحرك المنخفض الجوي اللي احنا اتكلمنا عليه من الجهة الغربية إلى الجهة الشرقية، هيبدأ يأثر بسقوط أمطار على المناطق الساحلية، وتعود غدا الأمطار يوم الاثنين إن شاء الله هتكون أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية على سواحلنا الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري. كمان الأمطار هتمتد المناطق من محافظات جنوب الوجه البحري وتكون أمطار متوسطة إلى خفيفة على محافظات جنوب الوجه البحري مدن القناة خليج السويس وسيناء، وهتمتد الأمطار أيضا خلال فترة الصباح غدا الاثنين إلى بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد. فغدا مستمر معنا فرص سقوط الأمطار وكميتها كمان هتبقى أزيد من اللي شهدها اليوم، وهتمتد للمناطق الداخلية. مع يوم الثلاث إن شاء الله نبدأ نتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، نبدأ نشهد تحسن في الأحوال الجوية، تلاشي فرص سقوط الأمطار تدريجيا وهتنحصر فقط في بعض المناطق الشمالية، يمكن كمان ما نلاقيش أي فرص سقوط أمطار في أغلب المحافظات، وهنبدأ مع نهاية الأسبوع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة واستقرار في الأحوال الجوية. أشكرك في النهاية، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 19 والصغرى 11، العاصمة الإدارية العظمى فيها 19 والصغرى 11، اسكندرية 19-13، العلمين الجديدة 18-12، مطروح 18-11، دمياط 20-12، بورسعيد 20-11، الإسماعيلية 20-10، السويس العظمى فيها 19 والصغرى 10، العريش 19-10، كاترين 13-1، طابة 18-11، حلايب 22-15، شلاتين 24-16، شرم الشيخ 22-13، الغردقة 22-12، الفيوم العظمى فيها 19 والصغرى 8، بني سويف 19-7، الوادي الجديد 20-6، أسيوط 18-6، سوهاج 19-8، قنا 21-9،
الأقصر 21-8 وأخيراً أسوان العظمى فيها 21 والصغرى 10. ودلوقتي عرفنا درجات الحرارة المتوقعة وعرفنا كمان الظواهر الجوية اللي ممكن نتعرض لها في انخفاض في كميات الأمطار سواء خفيفة أو حتى متوسطة في المناطق المختلفة أو المحافظات المختلفة في مصر. كمان ناخد بالنا في شبورة مائية بتبقى تبتدي من بالليل متأخر وتكمل معنا لحد الصبح بدري. نلتزم بالتعليمات المرورية عشان نرجع بيوتنا بألف سلامة وكمان نروح أشغالنا بألف سلامة ونرجع مرة تانية لأحمد وباسانت نكمل معاهم باقي فقرتنا. شكرا لك يا لميا.